بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض إن شاء الله آخر محاضرة اللي هي محاضرة الأسبوع الحداشر والاتناشر اللي هي المحاضرة الأخيرة الخاصة بجير ترانس اللي هي مجموعات التروس. هناخد المجموعتين الأخرى اللي فاضلين في مجموعات التروس اللي هي مجموعة الريفيرس جير ترين، مجموعة إيه صناديق التروس العكسية. موضوع الريفيرس جير بوكس ان هي الفكره الوحيده فيها ان انا العمود القائد والمنقاد على خط عمل واحد، يعني معناها الدرايفر والدريفن بعتبرهم هنا ايه على خط عمل واحد او كو اكسيال. في المجموعه دي جير بوكس، ادي مجموعه قدامي اهي القائد والمنقاد على خط عمل واحد، يسمى مجموعه عكسيه. لما اجي اشوف هنا السبيد ريشيو او الريدكشن ريشيو، هي عبارة عن number of driven على number of driver، يعني معناها ان ممكن اقول ان واحد ان اربعة في المجموعة، هي عبارة عن تي اتنين في تي اربعة على تي واحد في تي تلاتة. دي القانون بتاع نسبة الايه التخفيض. لو كان على مميزات الريفيرس جير بوكس، الريفيرس جير بوكس بيستخدم في الاوتوماتيك ترانسميشن، الليس باك جيرز اللي بسميها مجموعة التروس بتاعة المخرطة الخلفية، الاندستريال سبيد ريديوزر، برضه في كلوكس في الساعات اللي بتحتاج فيها الايه العمود القائد والمنقاد على خط عمل واحد. ناخد مثال بسيط على الكلام دوت. عندي هنا نقل حركة بمجموعة تروس الخلفية ال A B C D. ألاحظ الدرايفر والدريفر على خط عمل واحد اهو عندي. عطيني ان بيقولي المديول المديول بيتش للجير A وجير B 3 و12 مية مليمتر، والسي والدي 2.5. احسب السيتابل نمبر اوف تيس، عايز يجيب عدد التروس المناسبة. لو كان مفيش جيرز تو بي هاف ليس ذان اقل، مفيش ترس هنا عندي بيزيد عن 24 بيقل عن 24 سنه، واعطيني السبيد ريشيو للنسبه التخفيض للجير بوكس كلها 12. طيب هنبدا مع بعض. عندي السبيد ريشيو عباره عن السبيد فريست شافت او درايفر شافت او دريفن شافت، يعني معناها ان ايه على ان دي اللي اصلا بيساوي 12. فانا اقدر اقول هنا ان ايه على ان دي بيساوي ان ايه على ان بي في ان سي على ان دي، وانا عندي ان بي بيساوي ان سي لان ذا سيم شافت. فانا اقدر اقول ان اي على ان دي بيساوي ان بي ان اي على ان بي في ان سي على ان دي، يعني جزء 12 في جزء 12 اللي هي اصلا 12. اذا اقدر اقول ان اي على ان بي بيساوي ان سي على ان دي اللي هيساوي جذر ايه 12. من هنا اقدر اقول التي بي على التي اي بيساوي التي دي على التي سي اللي هي جزء 12. فبالتالي اقدر اقول المديول، اشيل بقى هنا اقول مديول في التي اي على 2 زائد مديول في تي بي على 2 زائد مديول في تي مديول سي في تي سي على 2 زائد مديول دي في تي سي على 2 بيساوي اصلا كام؟ 200، لان عندي العلاقه ان الار بيساوي مديول في عدد اسنان على 2. من هنا اقدر اقول المديول اي بيساوي مديول بي والمديول سي بيساوي مديول دي. من هنا اقدر اقول التي سي زائد تي دي بيساوي 400 على 2.5 يساوي 160. اقدر العلاقتين احلهم مع بعض، اقدر اجيب عدد الاسنان تي اي وتي بي وتي سي وتي دي. فاذا في الحاله دي اقدر اقول الريدكشن ريشيو عشان اعمل تشيك عليها ان ايه على ان دي بيساوي تي بي على تي اي في تي دي على تي سي، يعني 128 في 124 على 36 هيطلع لي تقريبا 12.3. يبقى انا جبت عدد اسنان التروس للمجموعات الترسيه، وفي نفس الوقت عملت تشيك على نسبه التخفيض ده فعلا في نفس الرينج ال 12.3. في مجموعه الباكره الاخيره بسميها الايبي سايكلويد جير ترين، اللي بسميها مجموعه كوكبيه. المجموعة الكوكبية دي منتشرة جدا في الساعات في بعض الحركات الاوتوماتيكية. الفكرة بتاعته عاملة زي حركة الكواكب حوالين الشمس، في صن جير ترس شمسي، وفي البلانت جير اللي هو ترس كوكبي او تروس كوكبية بتلف كأنها بالظبط مشابهة حركة الكواكب حوالين الشمس. النوع ده من الابيسايكلويد بيستخدم في طبقات عديدة جدا. مش هناخد ابلكيشن على النوع ده من التروس، هنستكفى بس بالابلكيشن على الروبوتروس الخلفيه وهنقف لحد كده وكفايه كده. يبقى احنا كده خلصنا الكورس العلمي بتاعنا، واتمنى لكم التوفيق والنجاح.